اهلا بكم مشاهدينا الكرام في اولى حلقات برنامجكم قصص كافيه. كل يوم حلقه جديده وضيف جديد مميز. اليوم ضيفنا الاستاذ علاء الدين الخواجه. اهلا فيك استاذ علاء. هلا فيك سيدي ويسعد كل اوقاتك. يسعد صباحك يا ربي بكل خير. حابين نشربك اليوم ان شاء الله قهوه. اول شيء راح نبلش بالقهوه. تفضل. من هون لما تبرد قهوتنا خلينا نلعب لعبة صغيرة، شوية أسئلة بسيطة. هات لك شوف. يلا، قهوة سادة ولا حلوة؟ ما بشرب قهوة. ما بتشربش قهوة نهائياً. طيب، تركية ولا أمريكية؟ أوكي، أمريكان إذا بدي أختار. أها، شوكولاتة ولا فانيلا؟ شوكولات. شوكولاتة، أنا وياك نفس الشيء كنا بنحب الشوكولاتة. طيب، مالح ولا حلو؟ حلو أكيد. حلو، أها، تصحى بدري ولا متأخر؟ لا، أنا إنسان صباحي بحب أصحى بكير. يا سلام. طيب، كتب علمية ولا رواية؟ بحس إن العلم له مصادره الخاصة، فلهيك بروح مع الرواية. صيف ولا الشتاء؟ الشتاء أكيد، الصيف لأنه لا يطاق. هينا مش قادرين نتحمله. طيب، سفر ولا شغل؟ أنا إنسان كثير بحب الشغل، وبلش شغل من أنا عمر صغير، بس كمان عندي شغف بالسفر بشكل فظيع جدا. كبير كثير. طيب، أفلام ولا مسلسلات؟ لا، أفلام، بحب أشوف الخلاصة أو الكي مسج بوقت قليل. يس. طيب، فريلانس ولا وظيفة؟ كل واحد لها مزاياها، بحب اثنين، فحاليا انا بعمل اثنين بحياتي. النص المليان ولا النص الفاضي؟ لا اكيد المليان، لازم يكون اوبتيمستيك بالحياه. كلهم راح يختاروا النص المليان. خلينا استاذ علاء نشوف تقرير عن موضوع حلقتنا لليوم. شوف. واحنا خلينا نشرب قهوتنا. اكيد. تفضل. مصطلح الإعلام بشكل عام خلينا نحكي هو عبارة عن مسج عن طريقها نشر الأخبار والأفكار. أنا بوصل رسالة عن طريقه بالمنطقة الجغرافية اللي أنا فيها أو منطقة جغرافية ثانية. من ناحية تعليمية الأخبار ممكن يطلعها أكثر شيء بفترة جائحة كورونا، طرح يعني مشاكل معينة وأعطاني حلول لإلها. أكيد أنا اللي بأثر على المواد الإعلامية من حيث إنه أنا شو بختار. أفكار ممكن تنتشر عن طريق السوشيال ميديا يعني. أستاذ علاء رح ننتقل شوي لأسئلة شخصية لنعرف مين علاء أكثر. يا ساتر، هات لنشوف. يلا، ممكن تعرفنا عن حالك أكثر وشو أكثر إشي حابب توصل اليوم في حياتك؟ أنا مهندس طيران وكمان مدرب معتمد. حاليا بشتغل بشركه اسمها صقر درون از هيد اوف اكاديمي. الحمد لله يعني توفقت اني الاقي شغل بوفر لي كومبينيشن بين الباشن الوحيد اللي انا عن جد بوجهه بالحياه اللي هو الطيران والتدريب. اما لوين انا بدي اوصل فعن جد السؤال صعب. كثير شغلات انا بحياتي حاطها كطموح وكاهداف، منها اذا بدي احكي على اهداف قريبه المدى، حاليا انا عم بعمل ماستر بزنس فبدي اخلصه خلال نيكست كامينج ييرز ان شاء الله. وكمان حاب اخذ رخصه طيران، لانه صحيح انا مهندس طيران بس حاب كمان اكون طيار، فراح ابلش برخصه الطيران قريبا ممكن السنه الجاي. كمان بحب اعمل شيء انا وزوجتي شريكه حياتي مشان نكون عن جد بس بصمه مع بعض ولمسه حلوه بالحياه، فهذا من الاشياء اللي عن جد انا حاب اعملها. بحب السفر كثير، فعامل زي بوك ليست من هون للكم سنه الجايين اني هيك ديستنيشنز لازم انا اخلصها. بالتوفيق ان شاء الله. تسلم تسلم. طيب استاذ علاء، احنا دائما بنعرف انه الطفوله لها دور كبير في نشاه الشخصيه. اليوم انا بدي تخبرني شو كان دور طفولتك في بناء هاي الشخصيه اللي انا اليوم عم بشوفها. طفولتي كانت شوي حساسه، مخربطه نوعا ما، كانت مزيج عن نشاه صعبه شوي، بس بنفس الوقت اهل الحمد لله خلوني اني امشي بالطريق الصح، كانوا متفانين لحتى يوفروا لي كل شيء انا بدي اياه وكل شيء ساعدني لحتى اكون على الشكل اللي انا فيه اليوم. فانا كنت من الناس المحظوظين اللي حولوا الظروف الصعبه اللي مروا فيها لفرصه مشان يبرزوا ويصقلوا شخصياتهم بالشكل اللي هم موجودين فيه اليوم. انا انولدت وترعرعت في مخيم لاجئين ودرست في مدارس وكاله الغوث. طبعا شوي هاي المعطيات تشير الى انه شوي الشيء صعب وتف، قدرت اني اشوفها كتشانس اوبورتونيتي لحتى تو موف اون، لحتى اتحدى فعليا هاي ما شاء الله عليك الاشياء اللي حوالي مشان عن جد امشي لقدام. ما شاء الله عليك استاذ علاء. بدنا نحكي عن اسعد لحظه، احنا حكينا اسوأ، بدنا نشوف اسعد لحظه. من لما ادركت وعيت على الدنيا وعرفت ايش يعني طيران، قررت اني اكون جزء من هذا العالم، وتوفقت الحمد لله بمراحل الدراسيه اني اقدر احصله. فكانت لحظه كثير حلوه من حياتي لما انا اخذت قبول هندسه طيران بجامعه العلوم والتكنولوجيا الاردنيه. هاي لحظه كثير حلوه، بس كانت بدايه تحدي وشابتر جديد من حياتي اني انا بدي اتميز، لانه هذا المجال شوي صعب خصوصا بالاردن الوطن العربي. قدرت اتميز الحمد لله، اشتغل حالي لعبين ما وصلت للمايلستون او المرحله الحلوه في حياتي الثانيه
لما أنا توفقت وتم اختياري للتدريب بشركة إيرباص العالمية، وهي أكبر شركة تصنيع طائرات بالعالم، وكان تدريب معهم بالهيدكوارترز بتولوز بفرنسا. والأمانة كانت هاي أكثر الأشياء حلوة بحياتي. من الأشياء الحلوة كمان إنه أنا بحكي حاليا عن الجانب المهني، بلاش زوجتي تزعل مني. أكيد الجانب المهني الأخير أو الإشي بخصوص الجانب المهني، اختياري أو انضمامي لشركة صقر، كنت الحمد لله من الفاوندينج تيم، عشت أيامها بحلوها وبمرها، وحاليا عم بعيش نشوة التوسع وإنه إحنا عم نكبر ونعمل بصمة كتير حلوة. وأجين إنه أنا اخترت الإنسان اللي أنا بدي إياها بحياتي، هاي بحد ذاتها كانت سعادة كبيرة. أكيد هاي من أكبر الإنجازات. أكيد. طيب، كل إنسان في إله مخاوف في هاي الحياة، وزي ما في نجاحات في إخفاقات. شو أكثر شيء ممكن يخوف اليوم علاء؟ إنه من أبرز مخاوفي حاليا بالمرحلة الحالية من حياتي إنه أنا ما أكون قد المسؤولية اللي علي. يعني أنا شوي إنسان كليكي باختياراتي بالحياة، ومش سهل إني أكون ساتسفايد، لهيك دائما بكون شوي شادة لحالي إني بدي أعمل أكثر. فهي من أكثر المخاوف إني أنا ما أقدر أعطي فعليا أكثر. طيب كيف ممكن تتعامل مع هذا الخوف بوجه نظر في يوم؟ يعني الأمانة هذا ليش بتعامل معه بشكل يومي، إني لا دائما بحاول إني أخاطب نفسي إنه علاء إتس فاين، أنت حاليا عم بتحاول عم تشتغل على حالك، فهذا الشيء نوعا ما بخليني شوي أروق على حالي. ممكن هذا الشعور خلينا نحكي خف إذا كان في عمل أو استمرار في العمل. صح أكيد بلا شك، أي نجاح أي مايلستون بوصل الإنسان هذا بحد ذاته بكون دافع لإله إنه أنت بالطريق الصح ليكمل أكثر. بالضبط بالضبط. انتهينا من الأسئلة الشخصية أستاذ علاء، خلينا ننتقل لسؤال عن مشروعكم، مشروع صقر كيف بلشتوا؟ شركة صقر درون هي شركة تأسست بسنة 2018، خلال 4 سنوات للآن الحمد لله قدرنا نعمل فوت برينت كويسة بالماركت. صقر أكاديمي هي بارت من صقر درونز، انوجدت الأكاديمي لسببين رئيسيين. حاليا السبب الرئيسي والكور فعليا سكوب اللي فيها مشان نجهز الناس اللي بدهم يكونوا الفيوتشر درون اوبريترز، الناس اليوم عندهم فضول يكونوا طيارين درون. احنا بصقر اكاديمي عندنا برامج تدريبيه لتاهيلهم وتجهيزهم للماركت بحيث يكونوا فعليا درون اوبريترز، وهذا الشيء اللي حاليا عن جد انيشيتيف احنا شغالين فيها مشان تو بيلد ا درون كوميونيتي او درون بايلوت نتورك سواء بالاردن او بالوطن العربي. السكوب الثاني اللي احنا بنشتغل فيه بصقر اكاديمي تو سبريد ذا اويرنس اراوند هاي تكنولوجي، كلنا بنعرف ان هي تكنولوجي جديده. اليوم انت لو عملت زي سيرفي بسيط انه ايش تعرف عن الدرونز، قليل ما حدا يجاوب لانها لساتها شوي مجال جديد وفي اوجه حاليا بالاردن وبالعالم، ولو انه احنا شوي متاخرين بس اتس فاين قاعدين نشتغل على حالنا. فهذا السكوب احنا من خلاله بنقدم برامج تدريبيه او انشطه توعويه نستهدف فيها طلاب الجامعات طلاب المدارس فئات المجتمع بشكل عام مشان نوعيهم ايش يعني درون، ايش الاستخدامات الصحيحه والسليمه للدرون، وكيف احنا نتجنب الاستخدامات غير الصحيحه للدرون. هاي كلياتها بتكون ضمن السكوب الثاني اللي احنا من خلاله عندنا رساله امام انفسنا طبعا انه احنا ننشر الوعي بهذا المجال للكوميونتي بشكل عام. مين اكثر داعم لك؟ دائما في كل مشروع لازم يكون في ناس داعمين للشخص حتى يقدر يستمر بهالبروجكت. خبرني اكثر. كان من احد الداعمين طبعا بالبدايات سمو الامير حسين، شارك باحد هاي المبادرات ولما طير الدرون وشاف قديش حلو حكى انه هذا الاشي لازم فعليا يكون ببصمه على ارض الواقع. وبدات الشركه بال2018 باتفاقيه تعاون مع مؤسسه ولي العهد، وقدرنا الحمد لله بتسلسل وخطوه ورا خطوه انه عن جد نتميز لعبين ما وصلنا للصوره اللي احنا فيها حاليا. استاذ علاء زي ما بنعرف احنا استخدام الدرون عندنا في الاردن ممنوع الا بتصاريح محدوده، خبرني كيف واجهتوا هاي الصعوبه؟ بدنا نعرف كلياتنا انه الدرون ممنوعه للافراد، يعني ممنوع انا وانت كافراد مستقلين نيجي نجيب درونز او نستخدمها. هي مسموحه فقط لشركات بغايات وتراخيص وموافقات حصريه، وهذا الشيء اللي بيخلي المجال شوي محدود بالأردن. كيف إحنا اليوم كشركات واجهنا هاي المشكلة أو تخطيناها؟ ببساطة طول ما أنت ماشي دغري وماشي صح وحاصل على موافقاتك وتراخيصك وتصريحك بالشكل الصحيح والسليم ما عليك مشكلة. بالتوفيق. طيب بدي تحكي لي هيك موقف فني شوي كان واجهكم خلال المشروع أو قصة هيك طريفة. ببرنامج تدريبي أنا كنت موجود فيه كانوا المشتركين طلاب مدارس، فاحنا اوريدي لما بلشنا اول سيشن الانترو سيشن كانت محضره على اساس انها تكون لفئه ثانيه تماما، فهم انصدموا وخافوا من اول سلايد. فهذا الشيء كان مواقف المضحكه صراحه اللي خلتني عن جد اشوف قديش الواحد لازم يكون جاهز حاله ومحضر. اكيد هي كانت هفوه صغيره بس بنفس الوقت كان بعطيني هيك انطباع قديش احنا فعليا عندنا دايفرسيتي وتوسع بالشغل والفئات اللي نتعامل معها، فهي شيء كويس كان. طيب يا ريت تخبرني اكثر عن الجهات المستفيده من أعمالكم أو خدماتكم لتصوير الدرون.
دائما انا بحكي قدام الكل انه الدرون از جست ا تول، هي اداه، بس انا حسب الابلكيشن اللي انا بدي اعمله بركب عليها البيلود الخاص مشان تعمل لي هذا الابلكيشن. فمثلا اليوم لو بدنا نحكي من استخدامات الدرونز، فممكن احنا نستخدمها في مجال الطاقه زي مثلا مشاريع الطاقه الشمسيه او مشاريع الوينتر باينز. شو بتعمل الدرون بهاي المشاريع؟ الدرون كفيل انها تعمل تكنيكال انسبكشن، مثلا بالسولر بتعمل لنا ثيرمال انسبكشن، بتشوف لنا ايش البرفورمانس تبع هاي السولر فارم، اذا في اي ديفكتس او مشاكل بهذا السايت بتورجينا اياها الدرون، طبعا بالسيستم الخاص اللي بكون راكب عليها. من المجالات الواسعه اللي ممكن نستخدم فيها الدرون كمان الكونستراكشن، مجال البناء، الدرون ممكن نستخدمها مشان نعمل مابينج وسيرفينج للاراضي قبل البناء، مشان نعمل 3D موديلينج للبناء هو موجود. باي ذا واي من المشاريع الحلوه اللي اشتغلناها عملنا ريستراكشرنج لجبل قلعه لأم قيس، وفعليا شفناها بالشكل اللي هي كانت فيه زمان باستخدام الدرونز، بنعمل سكانينج ومابينج وبعدين بنحوله ل 3D، شوي بروسس تكنيكال بس هاي الكونسبت تبعها. كمان من المجالات اللي الناس بالعاده بيعرفوها اللي هي استخدام الدرونز بالفيلمينج اندستري، التصوير السينمائي، كلياتنا حضرنا افلام او مقاطع وثائقيه شفنا فيها درون شوتس، فمينلي حاليا هي من الموست كومن تولز تو بي يوزد بهاي المجال. طيب استاذ علاء، خلينا نعرف اكثر لوين انتم حابين توصلوا بهذا المشروع. احنا اليوم اللي بيميز صقر فعليا واللي مخلي عندنا value proposition competitive advantage عالية، product already شغالين عليه بكونسبت جديد شوي، وهو اللي مساعدنا نكون scalable وننوجد بأي مكان. عم نشتغل على platform أو dashboard كفيل بأنه ينظم فعليا to streamline كل عملية الدرون operation. فهي ببساطة الكونسبت تبعها ببساطة وضوح أوبر وكريم. انت اليوم لما بدك تروح لمكان بتطلب الريكوست تبعتك من بوينت A لبوينت B، بيجي لك معلومات الدرايفر او الكابتن اللي بده يوصلك. نفس الشيء حيكون بالنسبه لهي الداشبورد اللي احنا عم نشتغل عليها ونعملها. هذا السولوشن بيوفر للناس اللي عندهم اسيتس فعليا تو ديفاين هاي الاسيتس ويطلبوا الريكوست تبعت الدرون من هاي الداشبورد، بكل بساطه يعمل ريكوست لهي الخدمه وياخذ ريسيف للديتا تبعته، وما له دخل باي شيء بيصير بيناتهم لانه احنا رح نتكفل بكل شيء. اها طيب حلو. كل بروجكت او كل مشروع الا يمر في خلينا نحكي صعوبات وتجارب عديده، لو طلبت منك تلخص لي ابرز التجارب هاي اللي انتم مريتوا فيها. يعني الامانه اذا بدنا نحكي عن صعوبات في مجال الدرونز، فاول شيء بنحكي عليه regulations، التشريعات والقوانين المسيره لهذا القطاع وهذا المجال. احنا كممثلين عن القطاع الخاص يكون لنا دور بايجاد الحلول المقترح بهذه بالسنوات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله على خير. طيب علاء، انت بلشت كشاب، فبدي توجه رسالة للشباب كيف ممكن يبلشوا، أو نصيحة بشكل عام. يعني إذا في نصيحة ممكن أقدمها اليوم، إني أحكي لهم الحياة صعبة وهذا الإشي لازم إحنا نكون واقعيين بأنه نعرفه، بس بنفس الوقت لازم ما نفقد الأمل، ما نحبط بالظروف اللي حوالينا، بالعكس لازم نشوفها as an opportunity، وإنه إحنا عن جد نستمر to move on ونشتغل على حالنا كثير، لأنه المنافسة صارت صعبة وشرسة حالياً بأسواق العمل. ما يفقدوا الأمل وعن جد يضلوا يشتغلوا على حالهم لعبين ما هم يوصلوا للمكان اللي بدهم إياه. يا رب. طيب لو شربنا قهوة كمان مرة مكان تاني وبزمان تاني، خبرني شو الإشي اللي ممكن تكون حابة تغيره في علاء أو في صقر؟ إذا بحب أني أشوف صقر بمكان معين، فهي تكون leading company الخاصة بالدرونز بالريجن وبالعالم إن شاء الله طبعاً. بالنسبة لعلاء، في كتير شغلات حاب أنا أغيرها بنفسي، كتير شغلات حالياً عم بتدور براسي إني بدي أغيرها، بس أكيد للأحسن إن شاء الله. إن شاء الله للأحسن يا رب. أستاذ علاء، في عنا لعبة صغيرة حابين نختم فيها حلقتنا لليوم. في عندك هون أربع ألوان، من خلالها رح نعرف شو هي شخصيتك القيادية. فتفضل اختار واحد من الألوان. شو هتختار؟ إجمالاً اختيار اللون له جانب فلسفي بحياة الإنسان، وكثير عوامل باي ذا واي بتدخل بالاختيار 100%. لهيك احنا اخترنا هاللون. بس حالياً وبهاي المرحلة من حياتي كونها نارية فحختار الأحمر. الأحمر. طيب بدنا نروح لشو صفات هذا اللون الأحمر. صفات اللون الأحمر، وأنا توقعت بصراحة إنك تختاره لأنه كثير بالبقلك، مثابر، متطلب، منافس، وعندك عزيمة للوصول للهدف. وبنقدر نلخص شخصيتك بإنك أنت حدا بتحب تعمل الشغل بهاي اللحظة. قديه تتفق بهذا الحكي؟ في توافق. اجمالا صعب انك انت تحط فريم لانسان وصفاته، بس في ماتشنج لا باس فيه. يعني ممكن نساعدناك بالتحليل. طيب استاذ علاء، كان بصراحه لقاء ممتع معك، والحديث معك مهما طال لا يمل، لكن وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. تشرفنا فيك استاذ علاء. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، انتظرونا في حلقات قادمه مع ضيوف جدد.